السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم. لن تصدق، معجزة حقيقية حدثت مع سيدنا جبريل عليه السلام في السماء. ولكن قبل أن نبدأ، اثبت وجودك بالصلاة على الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك منا كل جديد بإذن الله. كم تبلغ مساحة الجنة؟ طلب جبريل عليه السلام الإذن من الله عز وجل بأن يقوم بقياس عرض الجنة، فأعطاه الله الإذن بذلك، فانطلق بالطيران في الجنة. وكما تعلمون أن جبريل قد أعطاه الله قدرة هائلة، فهو يقطع المسافة التي بين السماء السابعة وبين الأرض بطرف عين، علما أن المسافة بين السماء الأولى وبين الأرض 500 عام، وبين السماء الأولى والثانية 500 عام، وهكذا كما ورد في الأثر. فجبريل يقطع تلك المسافة بطرفة عين، وانطلق جبريل عليه السلام ليقيس عرض الجنة، فطار مدة 300,000 عام، ثم توقف وطلب من الله عز وجل أن يمده بالعون ليطير 300,000 عام أخرى، فأمده الله سبحانه وتعالى. فانطلق جبريل، ولما قطع 300,000 عام توقف وطلب من الله أن يمده 300,000 عام أخرى، وهكذا حتى قطع جبريل 900,000 عام يطير في الجنة، ثم توقف فرأى قصرا في الجنة قد أطلت منه إحدى الحوريات، فقالت له: يا جبريل، ماذا تفعل؟ قال: أريد أن أقيس عرض الجنة. قالت: يا جبريل، لا تتعب نفسك، أنت الآن منذ انطلاقتك الأولى تطير في حدود مملكتي. قال: ومن أنت؟ قالت: أنا زوجة لمؤمن واحد، أي أن المسافة التي قطعها جبريل عليه السلام هي جنة شخص واحد من المؤمنين، ولكل مؤمن مثلها. الله أكبر. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.